وهذا نوع من الأسئلة. في أحدها تقول: في صلاة العيد هذه السنة صلى الناس في المسجد، ولما دخلنا المسجد صلينا تحية المسجد والبعض لم يصلها، فهل تصلى تحية المسجد قبل صلاة العيد أم لا؟ جزاكم الله خيرا. المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن نظر إلى دخول المسجد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال بتحية المسجد داخله لصلاة العيد يؤدي تحية المسجد لحق المسجد. والقول الثاني: نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العيد وصلاها ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، قالوا: لا يجوز التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. فهم نظروا إلى هذا المعنى، والحاصل أن المسألة محل نظر واجتهاد، ولا ينكر على من صلى تحية المسجد في المسجد، ولا ينكر على من جلس أيضا، لأنه له حظ من النظر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك مصلى خاصا بالعيد فحينئذ ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ إذا كان المصلى للعيد خاصا بالعيد فلا يجوز للإنسان أن يصلي قبل العيد ولا بعده، بل إذا جاء فإنه يجلس. طيب، وهذا السنة فيه واضحة. طيب، لا معارض لها. طيب، جزاكم الله خيرا. أما إذا كانت صلاة العيد في مسجد، هنا يأتي الخلاف الذي ذكرنا. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.